مرحبا بكم من جديد أعزائي طلاب الشهادة الثانوية الثالث ثانوي الأدبي. أعيد لقائي بكم، أنا المدرسة قصية ندى من مدرسة الشهيد حيان عيسى الثانوية. أعيد لقائي بكم في مادة قضايا تاريخية لنستكمل حديثنا الذي بدأناه في جلسات سابقة في القضية الأولى لمتغيرات العصر الحديث. في هذه الجلسة وقبل أن نبدأها لابد لنا من مراجعة أهم ما أخذناه في جلسات السابقة. نعيد ونكرر على بداية أهمية موقع الوطن العربي الذي سوف تكون مدخلا أو سببا له لأطماع الأجانب. ثانيا فهم الدور الحضاري للعرب وأهمية الحضارة وكيف نحكم على مجتمع بأنه متحضر. نفهم فكرة بأن التاريخ لا يتكرر، أهم ثورات الاتصال التي وجدت، الكتابة الأبجدية، مطبعة، تصوير الورق، أهم الأحداث المفصلية بالنسبة لأوروبا التي كانت شكلت معالم العصر الحديث مثل النهضة الأوروبية التي انطبقت فيها على عقلية العصور الوسطى، كانت تحول جذري بالنسبة لأوروبا كما ذكرنا. العصور الوسطى هي عصر تخلف، العصور الحديثة كانت عصور علمية. النهضة الأوروبية، هذا التواصل والاحتكاك بين الشرق والغرب شجعنا على وجود ما يعرف بالكشوف الجغرافية التي كانت في جلستنا السابقة حديث عن الكشوف الجغرافي بأنها قد بدأت بنتيجة الفضول، بنتيجة إشباع رغبة ما، معلومات، جمع معلومات عن منطقة ما، عدد اكتشاف مناطق، ولكنها أيضا تحولت في مدى سياسية. أخذنا منعكفات وآثار هذه الكشوف على سواء على أوروبا أو على المنطقة العربية. طبعا الكشوف الجغرافية يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية وسلبية، ويمكنك عزيز الطالب أن تصنف هذه النتائج حسب إيجابيات وسلبيات سواء على الوطن العربي، المنطقة العربية أو المناطق التي تم اكتشافها، وسواء بالنسبة لأوروبا. طبعا أوروبا هي المستفيد الأكبر من هذه الكشوف الجغرافية، وأعدنا في درسنا الماضي وصنفنا كيف مثلا لماذا سمينا العصر السادس عشر بالنسبة لأوروبا هو عصر الفضة، ظهرت قضية الملونين، كيف بدأنا نبحث عن معالم الأرض و اكتشافاتها وأبعادها، هذه الأمور الثقافية أيضا. فإذا الكشوف الجغرافية أعطت أربع مجالات حضارية ركزت فيها أو أثرت بها، وتعلمنا بعض المهارات عن أن نحن نكشف ما هي العلاقة ما بين ما هي أهمية هذه العصور الكشوف الجغرافية، ما هي العلاقة ما بينها، وكيف نفهم هذه المهارات التاريخية لتسهل علينا دراسة التاريخ. في جلستنا اليوم سوف نلاحظ بأن تغير الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي. الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي لابد لنا أن نستذكر طريق رأس الرجاء الصالح. كانت مدينة حلب أو كانت المنطقة العربية هي عقدة التجارة، الوطن العربي بين ثلاث قارات، فكانت هي عقدة التجارة ما بين أوروبا إلى بلاد الشرق أو إلى آسيا، فكانت كل الخطوط التجارية أو الطرق التجارية تمر عبر الوطن العربي. ولكن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح غير هذا المفهوم، و أوجد الأوروبيين طريق بحري بديل يوفر لهم المرور بالمنطقة العربية، مما أثر سلبا على المنطقة العربية، مما فتح باب الامتيازات التي تحدثنا عنها. الامتيازات الأوروبية في المنطقة العربية التي هي مجموعة تسهيلات تجارية تحولت فيما بعد إلى سياسية، وأصبح هناك تغلغل أوروبي. فإذا توقفنا سابقا عند فكرة بأن الدولة العثمانية أصبحت دولة ضعيفة، شبهناها بالرجل الكهل أو الرجل المريض الذي سيتقاسم تركته أولاده من بعده، أي الدولة الأوروبية. هنا المنطقة العربية هي التي تقع تحت عاتق سواء الاحتلال العثماني ومن ثم الاحتلال الأوروبي، نتيجة الأمور الإيجابية الموجودة لدى الوطن العربي، ونتيجة احتياج أوروبا لكثير من الأمور الموجودة في الوطن العربي، سواء تحكمه بالممرات المائية، سواء المواد الأولية الموجودة فيه، سواء الثروات الباطنية الموجودة فيه. فإذا الوطن العربي أصبح كان تحت حكم الدولة العثمانية. سوف نمهد أيضا قليلا لنفهم كيف بدأ أو كيف تحولت الامتيازات لاحتلال. بعد أن تحدثنا في بداية القضية عن أهمية الوطن العربي، وفهمنا لماذا أرادت كومبون بريطانيا وفرنسا السيطرة على أكبر منطقة خاصة في العراق الغني بثرواته وأهمها النفط، وعندما أرادت بريطانيا إثبات وجودها في ميناء البصرة بتعيين معتمد لها في العراق، كذلك سارعت فرنسا لتعيين قنصل فرنسي لها أيضا في البصرة لتقوية تجارتها في البصرة ولتمنع بريطانيا من احتكار التجارة في تلك المنطقة. المقصود بهذه القضية وبهذه الفكرة عزيزة أطفال أن نفهم بأنه بعد ضعف الدولة العثمانية ظهرت لدي قوى الدول الأوروبية تمثلت أو تجلت بأكبر دولتين في تلك الفترة كان لدينا بريطانيا وفرنسا. بريطانيا وفرنسا تنافستا على نفس المناطق الموجودة في الوطن
العربي وأرادت كل منهما أن تحصل على الحصة الأكبر. كان التوجه الأكبر نحو العراق الغني معروف بنفطه وبثرواته الباطنية. عندما توجهوا إلى العراق فكانت السابقة هي بريطانيا فأثبتت وجودها في ميناء البصرة وكانت معتمد لها في العراق. هذا الشيء سوف يضر بمصالح فرنسا التي حاولت أن تثبت وجودها وعين أيضا قنصلها في البصرة في تلك الفترة لكي تفهم بريطانيا بأنها لا تتحكم هي فقط بطرق التجارة وأن فرنسا أيضا لها حصة في هذه التجارة. فإذا هنا نفهم أو نفسر لماذا سارعت فرنسا لتعيين قنصلها في البصرة مع أن بريطانيا موجودة. فإذا كما قلنا لتقوية تجارتها في البصرة ولتمنع بريطانيا من احتكار المنطقة. في المحور التالي سوف نعيد حديثنا أيضا عن الدولة العثمانية ونفهم كيف العثمانيون. طبعا العثمانيون جاءوا من الشمال من تركيا نحو الوطن العربي. كان قدومهم نحو الوطن العربي على شكل سلسلة يمكنك أن تدرس مهارة الخط الزمني التي سوف تسهل عليك دراسته. بقراءة الخريطة تحدثنا عن خريطة عنوان الخريطة أحد الخريطة نحدد أهم عوالمها. في بداية هناك حدود للدولة العثمانية، لدينا الدولة الصفوية ولدينا الدولة المملوكية ومن ثم سوف نتابع. بالبداية عندما أراد العثمانيون القدوم إلى الوطن العربي، في الوطن العربي لدينا قوتان موجودتان، الدولة الصفوية المملكة الصفوية في العراق، دولة المماليك في هذه المنطقة الصفراء، مماليك كانوا في هذا الشعب هم العثمانيين. جرت حرب ما بين العثمانيين والمملكة الصفوية في العراق وانتصرت الدولة العثمانية، فكان لدينا معركة جال تيران هي أولى المعارك التي حدثت. فهذه المعركة خرج من اللعبة أو المملكة الصفوية، فبقيت الدولة العثمانية مسيطرة في هذه المنطقة. قوة الدولة العثمانية جعلتها تنتقل إلى بلاد الشام. في بلاد الشام حدثت هنا معركة تسمى معركة مرج دابق، وكانت ما بين العثمانيين والممالك المسيطرين. في هذه المعركة أيضا انتصر العثمانيين وطرد الممالك. الممالك لم ينصرفوا بل توجهوا إلى هذه المنطقة، إلى منطقة أشبعهم الغرور بعد انتصارهم على المملكة الصفوية والممالك. أرادوا أن يلاحقوا الممالك إلى مصر وفعلا هناك لاحقوهم، فكان لدينا معركة الريدانية التي كانت ما بين العثمانيين والممالك، وهنا بسطت السيطرة للدولة العثمانية. فإذا العثمانيين جاءوا من الشمال من تركيا، كان لدينا قوة في العراق خرجت عندما انتصرت الدولة العثمانية في معركة جال ديران، انتقلوا إلى بلاد الشام، لدينا معركة مرج دابق يمكن أن تشاهدوها في الخريطة. في معركة مرج دابق انتصروا على الممالك، توجه الممالك إلى مصر، في مصر كان لدينا معركة الريدانية انتصر فيها العثمانيون. الحدث المهم سوف يكون لدينا بأن المغرب العربي أو الجزائر دخلها العثمانيون ولكن دون حرب. كان لدينا معركة اثنين ثلاثة إلا المغرب العربي أو الجزائر دخلها العثمانيون دون حرب. لماذا؟ بمفتاح الخريطة نلاحظ بهذا الفهم الحملة الإسبانية على الجزائر. الإسبانيون أقاموا حملات على الجزائر. الجزائريون الذين عانوا من ويلات هذه الحملة أرادوا أن يستعين شخص قوي أو بقوة أخرى تدعمهم، فطبعا توجهوا بأنظارهم نحو الدولة العثمانية التي أثبتت وجودها في العراق بلاد الشام ومصر. فطلب الجزائريون من العثمانيين المساعدة، فطبعا وافقت الدولة العثمانية على أن تساعد الجزائريون ضد الحملات الإسبانية ولكن بشرط أن تدخل الجزائر تحت حكم الدولة العثمانية. ايضا كان هناك حملات اخرى نحو مثلا حملات برتغالية على الحجاز وحملات العثمانية. طبعا البرتغاليون يميه البرتغاليون هم الذين سبقوا الدولة العثمانية ولكن كانت حملاتهم اقل. هذه هي فائدة الخريطة. اعيد واكرر وبشكل مختصر، العثمانيين جاءوا من الشمال من تركيا، بداية المملكة الصفوية في العراق خرجت في معركة جال ديران، معركة مرج دابق ثانيا، معركة الريدانية مرج دابق في بلاد الشام، معركة الريدانية في مصر ومن ثم إلى الجزائر. نميز أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي دخلها العثمانيون دون معركة. لماذا؟ بسبب حملات إسبان، أي أن الجزائريين هم الذين أرادوا وجود الدولة العثمانية لتدعمهم أو لترب حملات الإسبان عنهم.
التنافس الأجنبي يسيطر على الوطن العربي. أنا تحدثت لكم بالمعارك التي حدثت سواء الدولة العثمانية وغيرها، كان الهدف هو طمعا بخيرات الوطن العربي، أهمية موقعه على طرق التجارة العالمية. كان قبل الاحتلال العثماني قلنا الغزو البرتغالي، هذا الشيء الذي أضعف المنطقة العربية، ظهر الصفويون والمماليك ثم جاءوا العثمانيين. يمكن إنشاء خط زمني، هنا نستطيع أن نطبق مهارة خط زمني لنسهل الدراسة لنعرف أن معركة جالديران كانت في عام 1514 المملكة الصفوية ضد الدولة العثمانية وانتصار العثمانيون، معركة مارج دابق 1516 في حلب بلاد الشام الدولة العثمانية ضد دولة المماليك انتصار العثمانيون، معركة الريدانية عام 1517 في مصر الدولة العثمانية ضد المماليك أيضا وانتصار العثمانيون، دخول الجزائر، وهنا ننوه أنني قلت دخول الجزائر ولم أقل السيطرة ولم أقل احتلال، قلت دخول الجزائر لأن الجزائر كانوا يعانون من هجمات الإسبان، فطلب الجزائر مساعدة الدولة العثمانية التي كانت مسيطرة في تلك الفترة. الخريطة هنا بما أن قضيتنا تتحدث عن المتغيرات الاقتصادية في الوطن العربي، هنا لابد بالبداية أن نفهم كيف كان وضع الوطن العربي أو ما هي الأهم التي كانت موجودة. إذا لاحظنا في الخريطة بعنوان الخريطة موقع مدينة حلب، هنا مدينة حلب والخطوط التجارية، إذا لاحظنا جميع الخطوط التجارية تمر في مدينة حلب عبرها، هذا ينعكس أيضا مدينة حلب مدينة تجارية على خط القفل الاقتصادي، فيها تكون مقصد لكل التجار، لهذا سميناها مقصد كل تاجر. مدينة حلب كانت تمر بها منذ القرن التجارية الأولى، كان لديها طرق تجارية بحرية كان يسمى طريق الحرير، طرق تجارية بحرية كان يتم فيها تجارة التوابل، طرق تجارية برية بحرية حرير وتوابل، وطرق تجارية إلى أوروبا. هنا نستنتج من هذه الخريطة الأهمية التجارية لمدينة حلب السورية، عقدة التجارة التي مرت بها جميع الخطوط التجارية من أوروبا إلى آسيا ومن آسيا إلى أوروبا، والذي أعطاها الأهمية الكبرى والتي جعلت الدول الأوروبية قد تطمع بالوطن العربي أكثر وقد تحاول أن تغير عن مدينة حلب، ونعيد ونكرر طريق رأس الرجاء الصالح لأهميته. فإذا حلب عقدة التجارة، من خلال ملاحظة الخريطة نستطيع أن نصنف الأمور التي فهمناها، نستنتج ما يلي: الدور التجاري الهام والمميز لمدينة حلب، والدليل هو أن كل التجارة كانت تمر بين 16 و17 ميلاديين. الدليل هنا نستذكر مهارة الدليل والدلال، الدليل هو شيء موجود، أنا شاهدت في الخريطة أن كل طرق التجارة تمر بها، فهذا دليل على أهميتها التجارية وليس رأي يتحمل الخطأ والصواب. الدول التي سهلت مدينة حلب التجارة بينها كانت دول وإيران المتوسط والعراق والخليج العربي من جهة مهارة قراءة الخريطة. انعكس النشاط التجاري أيضا على الوضع الاقتصادي لمدينة حلب، نشاط حركة مينائها الطبيعي اسكندرونة، البعض ميناء في حلب. هنا نستذكر معلوماتنا تتحدث أثناء الدولة العثمانية، أثناء حكم الدولة العثمانية كانت أراضي الدولة العربية السورية كاملة وغير مجتزأة وليس لدينا أراضي مغتصبة. حلب كانت نعم لديها ميناء ومطلة على البحر المتوسط وميناءها كان اسكندرونة، ولكن هذا أثناء الدولة العثمانية، عندما جاء الاحتلال الفرنسي، وهذا قد يكون سابق لأوانه، عندما جاء الاحتلال الفرنسي فقدت حلب إطلالتها البحرية وميناءها عندما خسرته تجاهها سلخ لواء اسكندرونة، وهنا خسرت حلب ميناءها الطبيعي. ولذلك علينا أن ننتبه عزيز الطالب بأن نفهم الإطار الزمني اللي عم نحكي عنه، نحن الآن نتحدث في إطار زمني على أيام الدولة العثمانية، فإذا مدينة حلب مطلة على البحر، لها ميناء يسمى ميناء اسكندرونة، وكان لها أهمية تجارية لحد الآن. أراد من فرنسا، كل من بريطانيا وفرنسا، إقامة موطئ قدم لهم في حلب، لماذا؟ علل: لأهميتها التجارية أولا، وللاستفادة من الامتيازات من الدولة العثمانية، تحدثنا عن الامتيازات والتسهيلات، وللتحول من هدف تجاري إلى سياسي، والتمهيد لسيطرة سياسية، وقد بدأ بعمل نظام الامتيازات، هذا النوه بأن في عام 1535، يعني امتيازات بدأت تجاري من عام 1535 أي في القرن السادس عشر. إلى القرن السادس عشر والسابع عشر ستصبح لهذه الامتيازات دور سياسي،
بريطانيا وفرنسا نعم أرادوا التجارة، ولكن كان لهم أهداف أبعد اللي هي الأهداف السياسية. فإذا نحن بهمنا بهذه القضية أن نفهم الأهمية المميزة لمدينة حلب، ونفهم لماذا كان لدينا ميناء ولماذا اليوم لا نتحدث عن ميناء. نستذكر صرخ لواء اسكندر. نهاية الجلسة لليوم رح نوقف عند هذا الحديث ونتابع بجلستنا الأخرى في مواكبة الأوضاع الاقتصادية اللي حكيناها بقضيتنا لليوم. شكرا لكم.